أوروبا إذا صنفت هذه الجماعة في قائمة الإرهاب، هذا سيكون له أثر بطبيعة الحال، لأن أوروبا تمثل أكبر قوة اقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى أوروبا عندما تكون موحدة، وللأسف هذا لا يكون دائما، عندما تتحدث بصوت واحد فإنه يكون لصوتها أصداء، لأننا نتحدث عن 27 دولة وأمة. لذلك أوروبا في الواقع يمكن أن يكون لها أثر بالموقف الذي تتخذه إذا تمكنت من اتخاذ قرار بتصنيف الحوثيين الإرهابيين. والشيء الآخر هو أن أوروبا تريد طرفا للوساطة في أزمات الشرق الأوسط. هناك العديد من التحديات التي ترتبط بشكل غير مباشر باليمن، وأبرز ملف هنا هو البرنامج النووي، وهناك الإدارة الأمريكية التي هي تتابع التفاوض حول الملف النووي الإيراني، والتي كان لها موقف متصلب في عهد ترامب، والآن مع بايدن هناك جهود ما تزال متواصلة مع عدم التوصل إلى حل إلى الآن. إذن يجب أن نتوصل إلى حل وسط. كيف يمكن أن نبقي هذا الحل الوسط إذا كانت هناك هذه التغيرات التي تشتتنا عن الوصول إلى هدفنا في وسط الشرق الأوسط؟ هناك هؤلاء الأشخاص الذين هم وكلاء لإيران والذين يعتبرون إرهابيين. إذن هناك العديد من الإكراهات لتحقيق الكثير من الأهداف، ليس فقط في الملف النووي الإيراني، وإنما أيضا المطامح السياسية والجيوسياسية الأوروبية، وكذلك الرغبة في الوساطة من قبل الأوروبيين. المصلحة النهائية هي ما ستتخذه فرنسا، لأنها ترأس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، وفرنسا ستكون لديها موقف مؤثر. لذلك هذا سيحدد ما الذي سيحدث مع الحوثيين، لأنها ستؤثر موقف الدول الأخرى.